الحباب، السلام عليكم. كي دايرين؟ صحيحه ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم مزيانه يا رب الكريم. كي دايرين؟ توحشتكم، ان شاء الله تكونوا بخير ويكون الصيف دايز عندكم مزيان. هنتلاقوا في فيديو خريجه عندكم معايا الدورو في واحد المدينه سميتها سان جون دو لوز، قريبه الاسبانيول. المهم في سميتو في لو باي باسك. هتدوروا معايا، الدنيا زوينه، الدنيا غزاله، الدنيا صراحه لله الصيف والبنادم يخرج شي شويه ويدور. فوالا، العام كله احنا خدامين، تنبغوا نخرجوا شي شويه وتنبغوا ندوروا. المهم كما تتشوفوا صبحت، كاينين شي صباحات سبحان الله ما نبغيش ندير شي حاجه تاع الماكياج، وكاينين شي صباح تيعجبني ندير. المهم وجهي راه شتي من فوق حالته يا ديك. المهم درت واحد الماسكارا صغيره بحال هكداك وقديت شي شويه الحاله. فوالا خرجت مع الجو زوين وكاين الحال سخون، خرجت سميتو يضربني بريد او ميم طون. وفي الاخر تناوى معايا الحال وانا ندخل تاني للدار، وعاود زدت الماكياج، وعاود تحيدت داكشي اللي كنت دايره في البديه، وعاود درت ماكياج اخر وقديت الحاله. المهم كاينين شي نهارات ما ندير حتى شي حاجه، وكاينين شي نهارات الله يهديني تنبغي نبقى جالسه. المهم نبقى جالسه سنة نقد في الحاله تنكمل. المهم قديت كما شفتوا، خلوا لي في التعاليق اش بان ليكم. مرات يخرج ليا الايلاينر دغيا، تيتصايب دغيا، تيتصايب ساهل ماهل ما تنتكرفش فيه ودغيا تيطلع ليا، ومره ما تيبغيش يتقاد ليا، كل مره وسبحان الله. المهم درت شي شويه مع الماكياج وقديت الحاله. بيان سور تندير الواقي الشمسي، وتندير قبل تندير اون كريم، اون كريم سميتو ايدغاتونت، وتندير سيروم، وتندير ليكرون على قبل الوجه. الاغلبيه ما تنكترش، تندير بحال هكذا غير ليكرون سولير وكريم ايدغاتونت، وتندير واحد البيبي كريم فين وفين. ولكن هذا النهار مهم درت شي شويه كترت، عجبني راسي. المهم كترت هاد الايلاينر تاع بيوتي سوكسي، فوالا راه تلقاوها في لي سوبر مارشي، في لي غران سوبر مارشي، لي غران غالري. فوالا المهم قدت الحاله يا ديك ولبست باش نخرجو ندورو ونتخرجو نتغداو في الزنقه. المهم هيكون ان شاء الله نهار طويل، هنشدو الطريق بيان سور. المهم انا ما تنكترش على راسي، ما تنكر عارفه راسي بانني غير يعني ما هنسافرش بعيد بزاف، ولكن في نفس الوقت ضروري تندير اتونسيون، تنهز معايا شحال من حاجه. المهم قبل ما ننسى احباباتي البنات اللي تشوفوا في الفيديو، والتوعي فوالا بالنسبه للاسئله، بالنسبه لي كان شي حاجه المهم تدخلوا لي الاسئله تحت التعاليق، راه تنجاوب عليها المهم تناخذ الوقت تنجاوب. ولكن اللي كان السؤال، اللي كان سؤال طويل واللي كان سؤال فيه بزاف الحوايج، راه ما يمكنش نجاوب. تنقول لكم دخلوا عندي الانستغرام باش نجاوبكم، باش يكون هذاك الشيء بريسي افيكاس. يعني كاينين شي اسئله راه بنادم تيجاوب عليهم راه تكونوا باينين، وتعجبوني البنات اللي تكونوا عارفين الجواب وشي تيجاوب شي، وباش سميتو تعوم الفائده. ولكن كاينين شي اسئله احباباتي ما يمكنش نجاوب عليهم في التعاليق، تدخلوا عندي انستغرام تدخلوا ليا ميساج وانا تنجاوب على راسي وعينيا. لان شحال من فيديو تنكونوا شارحين فيه شحال من حاجه، وانا عاد راسي بانني شارحه كل شيء يعني 80%، وتلقى بانني راه ما شارحش كل شيء. يعني كاينين شي حوايج انا تنعرفهم شحال من واحد ما تيعرفهمش، فهمتوني. المهم الحاجه اللي نقول لكم عليها بالنسبه للاسئله تاعتكم، وبالسورتو بالنسبه للبنات الاخوات وتا الاخوان، عندكم شي سؤال طويل وداك الشيء، دخلوا عدي ديريكت الانستغرام، خلوا لي ميساج قولي رانا حنا خلينا ليك السؤال في انستغرام. فوالا حباباتي، احنا وصلنا سان جون دو لوز. كانت الطريق عامره بزاف بزاف، كانت الدنيا عامره، الاغلبيه ما سافرتش لترونجي. مهم وصلنا عرفتي، حشاكم حشاكم، وباش لقينا بلاصه باش نحطوا الطوموبيل عرفتي الاداب الاليم. المهم ما علينا، سان جون دو لوز مدينه فيها لو بور. هذه المدينه انا تتعجبني، تتعجبني وتنتمنى انني نسكن فيها.
تنتمنى انني نسكن فيها لانها غزاله ومدينه صغيره وتتحركي بها في بزاف ابيي. المدينه القديمه تاع غزاله هنا شديت لكم شي شويه، راهو هو الدرابو الاحمر وفيه الخضر في البي باسك. المهم تحت في لو سود غزاله دنيا غزاله. هنايا راه تصيدوا، رجعوا من الباطو، رجعوا الباطوات فيها كاين الطول الاحمر وكاين الطول الابيض، وانا عزيز عليا الطول الاحمر كما قلت لكم. الطول الاحمر غالي، داير شويه تمال، ولكن واخا هكاك تنشريه شحال من مره بزاف وقيت الصيف على قبل تعجبني. الدنيا زوينه في سان جون دو لوز بيان سور. انا شديت لكم هنايا في الباطوات، عرفتي غزاله الدنيا ما نكذبش لكم احباباتي. هاد المدينه من بين المدن اللي تتعجبني ومن بين المدن اللي انا بالنسبه ليا تيبيك. المهم درنا شحال من شلنا شحال من مدن في فرنسا، ولكن هاد المدينه غزاله. دخلنا ناكلو، حضرنا جوع بزاف. لا غريلري دو ساردين كاينه في لو بور، كاين لي شون لي شيبيرون، شيبيرون تيتسماو هنايا لي كالامار. المهم كاين شحال من حاجه، سرديل انا عزيز عليا السرديل. المهم كلينا تشبعنا، الدنيا زوينه صراحه لله، كانت الدنيا عامره وشدينا لا كو. وبيان سور كنا دايرين لي ماسك على قبل اوبليغاتوار هنايا كما قلت لكم، الدنيا كانت عامره. المهم لي ماسك اوبليغاتوار، اللي ما درتيهمش عندك خطيه تاع 135 اورو. المهم درنا لي ماسك حتى تنجلسوا ولا تنبغوا ناكلوا تنحيدوهم. المهم درنا كلينا سريديلات، كلينا الطون. المهم كلينا الصراحه لله لدرجه ان ما كانش ما صورش لان نسيت من تلف اللي عطاني الله. المهم داز النهار غزال، وفي الاخر مشينا قبل ما نمشي سيد ربي وقفنا خدنا لي كلاص عند باماس. باماس معروف هنايا بلي كلاص شامبيون دو موند تاع لي كلاص تاع المثلجات في البي باسك. عطا الله ما يتشاف، عطا الله ما يتشاف هنايا. ولكن كنت بغيت نمشي باش نوريكم الغابه اللي تحرقت في اونغليت، صراحة لله تحرقت بزاف وصراحة صافي مالو كور، تضر هادشي في الخاطر. المهم مشينا باش نشوفو الغابة اللي تحرقت، انا تنصور لكم هداك الشي. الدري اللي حرق الغابة عنده معرفت شي 16 عام ولا معرفت 17 عام، ما بين 16 و 17، قالوا بأنه هو اللي حرقها، هو اللي شعل. ودابا في كاتبين في الجورنان تاع لو باي باسك على اساس انه يقد يتشد 20 عام في الحبس وعدو خطيه. المهم الدري الصغير هو اللي حرقها، صراحه لله صافي مالو كور، هادشي تضر في الخاطر. هادشي انا بقى فيا الحال صراحه لله، عرفتي الدنيا حقها. انتم شوفوا الفرق ما بين هذيك البلاصه اللي فيها الحريق وديك البلاصه اللي فيها الدنيا مقاده صراحه لله. ها انتم تصورت لكم، الله يديم خلق، الله يديم خلق، الربع تاع الغابه تحرقت. المهم البوليس راه شدوه ودابا مدخلينو. هادشي كله هيعاود يزرعو لو مير تاع مدينه انغليت، كلشي هيعاود يزرعو. وتحرقت حتى واحد الدار وتحرقت شحال من حاجه. المهم الله يحفظنا والله يحفظكم، تنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. تهلاو ليا في راسكم ونتلقاو ان شاء الله في فيديو جاي. الدنيا كلها هنايا تحرقات تحرقات وحابسين الطريق. دابا طلقوا شي شويه تاع الطريق هي هذيك. المهم شحال من حاجه هنايا تحرقت بزاف. القضيه ما بقاتش كما قبل. هادشي كله طريق حابسينه هنايا، واحد الدار تاهي تحرقات ولكن هبطوها نزلوها. واحد الدار نزلوها بالخف، ما خلاوهاش، ريبوها يا ربي، ريبوها. اي والله رجع في الله وصافي، هادشي تيضر في القلب، هادشي تيضر في القلب.